لما تخونا ابويا اجت الرصاصه في صوره طلعت من جلد. عشان لما دخل علينا تاني مره احنا فضلنا هم قلنا في الاول فن الشهايد، يعني احنا نقول احنا مسلمين بس احنا رفضنا وكنا متمسكين بالمسيحيين بالسيد المسيح. في عائلة اللانة المسيحية مرض الشهيدة فضلت تقول انا مسيحية انا مسيحية، وكانت كل الاطفال وكل الناس اللي في الاوتوبيس كانت عمالة تقول ان احنا مسيحيين ان احنا مسيحيين. مرضناش ان احنا نبقى مسلمين راحت اخونا. قلت لهم ربنا هيبقى ياخدهم حقهم واحنا مسيحيين مش هنبقى مش هنبقى زيهم. اقولهم ربنا يسامح. لبس اخت جولي ايه اللي خليته على الحجاب؟ دخلوا بعربيات مغطين وشهم، دخلوا قالوا منطقوا الشحات، محدش رضي، كلهم وقفوا قالوا انهم مسيحيين وهيتمسكوا بايمانهم. سالوا عيل صغير عنده 3 سنين قالوا قول الشهاده، قالوا ما انا مسيح، ضربوه بالطلقه في ظهره عشان قالوا انا مسيح. كان ابني عايش لاخر لحظه وهو اللي نادى عليهم باعلى صوت عشان يروح معايا. ما سافرت لك يا واد، ما انكرتوش يسوع، ما انكرتوش يسوع، ورفعت الصليب ورفعت الصليب يا حبايبي. نشكرك يا رب، وانا كمان يسوع هو الله، يسوع المسيح يعرفوه يا ناس، والمسوه وانت تحبه جدا وانت تحبه يا حبايبي. اطلبوه صدقوا فداكوا على الصليب، اول ما تطلبوا هيجيكوا صدقوه.